الذين يغلون في أهل العلم، يغالون فيه ويتبعون أقوالهم أو أفعالهم وإن كانت مخالفة لنصوص ثابتة أو أفعال ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، وهم يحتجون أنهم من كبار العلماء وهم والله على رأسي، ولكن لا يوجد أحد من أهل العلم وإن على شأنه ومكانته في الميزان مع الصحابة الكرام، فكيف بنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن يعلموا أن هذا هو طريق الصوفية، فهم من يقدمون قول مشايخهم وأفعالهم على قول الله ورسوله، وما كان عليه القرون الأول إلى آخره. طبعا هو الأخ يريد أن هو يوصل هذا المعنى، هذا المعنى أنه لا يجوز أن نصادم الحجة والأثر بقولك إن من كان، لا يجوز أن واحد يقول قال الله وتكون الحجة واضحة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الحجة واضحة، أن نصادم ذلك بقول أحد كإن من كان. وثبت ذلك عن الصحابة الكرام، ثبت ذلك عن الصحابة الكرام. فعندنا عبد الله بن عباس عندما كان يتكلم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة وقع فيها النزاع، هل حج متمتعا أم قارنا؟ فقال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يصيبكم عذاب أليم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر أو قال عمر. فلا يجوز أن يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. ثم هناك بعض الناس يصادمون الحجة بأقوال بعض المشايخ مع احترامنا للجميع، فهذا كله من باب التقليد الذي لا يجوز، هذا كله تقليد لا يجوز، وهو يؤدي إلى العصبية المذهبية المقيتة التي ينبغي أن نتبرأ منها وأن يعني نجتنبها.